الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: يوجد عندهم عادة حيث عندما يعقد الرجل أو المرأة عقد الزواج يعمل مع العقد ما يسمى عندهم بوليمة القران، وذلك عبارة عن جمع الناس وينادى عالم من البلد يلقن الزوج أو الزوجة سورة الفاتحة وبداية سورة البقرة أمام الجمع، وبعد التلقين يبدأ بقراءة ما تلقى على الناس أفرادا أفرادا، ويعطيه بعضهم بعد القراءة المال، فهل يجوز هذا العمل؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. المتقرر عند العلماء أن الأصل في العادات الحل والإباحة إلا ما خالف الشرع، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات الحظر والتوقيف إلا ما أجازه الشرع، والمتقرر عند العلماء أن كل عبادة لا يعرفها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليست من التعبد في صدر ولا ورد. وهذه العادة التي جرت في بلادكم تتضمن شيئا من العادات والعبادات، فأما جمع الناس وذبح الولائم لهم في بمناسبة عقد القران فهذه من جملة العادات الجائزة التي لا حرج ولا بأس على الإنسان في فعلها، ولا تخالف شيئا من الأدلة أبدا. فالأصل أن يترك الناس على عاداتهم التي لم تخالف شيئا من الأدلة، ولكن استئجار معلم للقرآن في هذه المناسبة بخصوصها وتلقين الزوجين سورة الفاتحة والبقرة بخصوص هاتين السورتين اعتقادا لحلول البركة في حياتهما واستمرارها وزوال المشاكل عنهما، ثم بعد ذلك يقرأ الناس الفاتحة والبقرة بخصوصها تأكيدا لهذه البركة، فهذه خرجت عن حيز العادات إلى حيز العبادات. والأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز لكم أن تفعلوا هذا الفعل لأنه يدخل في دائرة البدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وليس معنى هذا أن لا نقرأ شيئا من القرآن في عقد في مناسبة عقد القران، فإن هذا لا بأس ولا حرج فيه إن شاء الله، ولكن الذي ننكره هو تخصيص هاتين السورتين بالقراءة والتفقيه والتعليم، فهذا لا أصل له في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كانت الزواجات تعقد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضرها هو بنفسه أحيانا، ومع ذلك لم يثبت عنه أنه علم الزوجين شيئا مما تفعلونه أنتم. وأما ما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة ذلك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها على ما معك من القرآن، فإن هذا يجرى مجرى المهر، فإن المتقرر عند العلماء أن ما صح منفعة صح مهرا، فلأنه لم يجد مهرا ولا خاتما من حديد بسبب فقره، جعل النبي صلى الله عليه وسلم مهره أن يعلم زوجته شيئا من القرآن. وليس هذا بدليل على أن من خصائص عقد النكاح أن تقرأ فيه سورة الفاتحة أو تقرأ فيه سورة البقرة، فمن فهم من هذا الدليل هذا الفهم فقد أبعد النجعة. والخلاصة من ذلك وفقك الله أن ما تفعلونه يتضمن عادة وعبادة، فأما ما كان عادة فالأصل بقاؤكم عليها، وهي جمع الناس في وليمة عقد القران أو توزيع اللحوم على أهل الحي، فهذا عادة لا بأس بها. وأما الشق الثاني فهو يتضمن عبادة، وهو التعبد لله عز وجل باعتقاد أفضلية قراءة سورة الفاتحة والبقرة في هذه المناسبة بخصوصها وتلقينها للزوجين، وهذا مما لا أصل له في الشرع. والمتقرر عند العلماء أن كل إحداث في الدين فهو رد، والمتقرر عند العلماء أن ما ليس من الدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فليس من الدين بعد عهده، والمتقرر عند العلماء أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالمشروع تركه. فواصلوا على ما هو داخل في دائرة العادات
واقطعوا ما هو داخل في دائرة العبادات حتى لا تقعوا في شيء من البدع والمحدثات، والله أعلم.